المشاركيات طبعا مفاجأة. أنا صار لي فترة قاطعة يعني الفن التمثيل، في فترة حين أنا رجعت بشخصية جديدة، عندي يعني حساب في السوشيال ميديا بس كلش مختلف عن فنانة أماني محمد، يعني نتكلم في التراث وكذي. في داخلي رغبة أني أرجع التمثيل والفن، تعرف الفنان إذا يحب التمثيل ما يقدر، يعني حتى لو يروح في شيء داخله يحن له حق، يعني تحن حق التمثيل. بس بالصدفة يعني كلمتني واحدة قالت لي إن في فيلم كذا كذا. طبعا انت مجرد يعني احنا المحرقين عندنا عندنا سحر شيء ويا محرق، اي شيء يقولون لنا في محرق القلب يهفف عليه يعني. فمجرد ما قالت لي في فيلم كذا وكذا كذي ويتكلم عن المحرق، خلاص اوكي يعني. قبل لا اسمع المخرج انا اعطيتها الموافقه، كانت لي الرغبه واتمنى انها تكون يعني راجعه حلوه بالنسبه لي حق جمهوري يعني. اي هو فعلا يعني انا كنت في الذروه، في وكل من يعني قاعد يلومني بو لو انت كنتي في ذاك الوقت مستمره، لو اقول لا تقولون لو الله كاتب كذي يعني. يمكن يعني انا صادتني ظروف خلتني اخذ هذه القرار، كنت ابي اركز اكثر في حياتي يعني العائليه والعمليه، وكان عندي بزنس وكذي. ففي وقت قررت اني انا يعني بس خلاص اوقف يعني، والله اتجهت يعني حق حياتي وحق البزنس مالي. والفترة الأخيرية تقريبا من سنتين خذيت شخصية اسمها السنة البحرينية، يعني لو تدش الانستغرام تكتب السنة البحرينية تشوف اللبس البطولة واللبس الشعبي اللي يداتنا يلبسونه. اي واتكلم عن التراث وانشغلت بهذا الشيء، بس بعد في داخلي شيء يحن حق التمثيل والفن. مهاجرة إني هاجرت أنا الفن يعني، فحتى أول ما رجعت حين حق السوشيال ميديا وكذي فكانت وايد شخصيات غايبة عني. فتاة أخرى، مسلسل فتاة أخرى اللي كنت أمثل دورين اللي هو دور دودية ودور رجاء، فهذه وايد عشت الدور وايد وايد وايد. المسلسل ذي يعني ما زال وما زلت لين الحين ساعته مدادية دادية يصوتون علي. هذا المسلسل كان اخراج بسام الذوادي ومعنا لطيفة المجران وانور احمد. زينب العسكري اول ظهور لها كانت معي في ذي المسلسل. ما في شيء يمنع الفنان، لا وقت ولا سن ولا اي ظروف، اذا هو امكانياته ما زالت موجودة يرجع في أي وقت هو يثبت وجوده بالعمل اللي بيقدمه. يعني أنا حين ساعات أقول يعني لو أنا مثلا مخرج وياتني أماني محمد عقب هالمدة كلها، هل أنا أجازف وأعطيه الدور؟ هل هي إمكانياتها ما زالت نفس الإمكانيات؟ فهني يبين الفنان. عشان كذي يمكن أنا أقول الحين يمكن يتخوفون يعطوني مثلا بطولة أو دور، أو لأنه يمكن لا حين أماني محمد تغير تمثيلها، فأنا مستعدة أني أخذ أدوار بسيطة عشان أثبت نفسي. الحساب ذي نبع من حبي حق البحرين، مو البحرين بس حتى تراثها الجميل. يعني حسيت احنا وصلنا لوقت ان التراث قاعد يندثر. حلمي والله اني ابي ارجع يعني للتمثيل واعيش نفس اللي كنت اعيشه في اماني محمد، ان ترجع اماني محمد بالتمثيل بالقوه نفسها. اتمنى اني اقدر اثبت حق جمهوري وحق يعني الناس اني ما زلت اقدر اقدم شيء. حق المخرجين حق المخرجين أبا أقول لهم يعني لا تروح الثقة في قدرات أماني محمد. يعني أتمنى أنهم يتركون لي الفرصة، صدق أن أنا ابتعد لظروف ما، بس يتركون لي الفرصة في أن أنا أقدر أثبت وجودي مرة ثانية. حق البلاد أشكركم طبعاً جدا 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 ان انتوا تركتوا لي الفرصه اني انا اطلع حق الجمهور وحق الناس، ان يعني ان انتوا اهتميتوا فيني كشخصيه اماني محمد، ان انتوا توصلون كلامها احساسها مشاعرها شنو تبي توصله حق الجمهور. فانا اشكركم جدا ومن كل قلبي والله.